First question. بيقول any chord، عندي اي chord، تمام، اي chord في الدايرة passing through، يعني عدى على السنتر، اوكي، بنسميه ايه بقى؟ بنسميه diameter. وعندي حاجة تانية برضو بتيجي في الامتحان دايما، بيقول لي هو مين ال longest chord أو greatest chord؟ لو قال لي مين longest chord أو greatest chord يبقى برضو الديامتر. نيجي بقى نحل المسألة اللي بعدها ونشوف الستيبس بتاعتها ازاي. أول حاجة بعمل convert فتبقى 3، وبعد كده تايمز بنعمل ريسيبروكال نقلب بقى فتبقى 3 فوق و5 تحت. نيجي بقى هنا بقى تايمز وبعد كده بلس، يعني 3 تايمز 2 ايكوال 6 بلس 1 ايكوال 7. عندي بقى 3 و3 هما الاتنين اكنسلهم، اوكي، لان هما زي بعض كده، فالكود ده هيبقى 1 ده هيبقى 1، فيبقى الإجابة عندي 5 over 7. برافو على الناس اللي حلت 5 over 7. نيجي بقى to the nearest tenth. كلمة nearest tenth فاحنا نركز بس مين هو التنس الأول وبعد كده نجيب له nearest. نراجع مع بعض التنس. أنا عندي بقى لو عندي حاجة قبل البوينت، حاجة بعد البوينت، اوكي، ده بيكون اسمه units او ones. on the right of point ده بنسميه tenth. اللي بعد على طول هنا hundreds، اوكي، واخر حاجة thousands. طيب احنا عشان نحولها دي بقى، طبعا احنا ممكن نكتبها على الكالكليتر لو احنا عايزين نكتبها على الكالكليتر، بس طبعا مش هيبقى عندنا كالكليتر في الترم الاول كده يعني. فاحنا هنحولها ازاي بقى؟ فاول حاجة 25 عشان تبقى 100 بنعمل تايمز 4، واللي فوق بنعمل تايمز 4. ليه بقى؟ لان الديسمال بوينت لازم يبقى من تحت في الديمونيتور، لا اما 10 100 1000 لازم يبقى 1 حاجة يعني 1 و 0 1 2 0، فدي كده تبقى 9، تمام، 9. وهنا فوق يبقى 12 ولتحت هنا 100 فتبقى 9.12. 9.12 نيرست تنث، يعني التنث عندي اللي هي 1. ونبص بقى على مين؟ على 2، لو هي strong او weak، بتعمل round او not round، poor او rich، تمام. فال 2 دي weak مش هتحصل اي حاجة، تبقى الإجابة 9.1. احمد عادل. تمام يا احمد. نيجي بقى للي بعدها 3 6 6 12. العامة دي بقى اسمها intersection، وهي شكل الانترسكشن عشان فيها حرف ان كده intersection، اوكي. اهو لو عملنا لها كده ايز كده تبقى عامل زي sad face، حد زعلان كده، تمام. المهم ايه المشترك هنا والفاكتورز اوف 6؟ تعال نفتكر يعني ايه فاكتورز اوف 6. كلمة فاكتورز اوف 6 يعني how many times how many give me 6، يعني ال 6 لو عملنا لها فاكتورز بتاعتها يبقى 1 تايمز 6، وال 6 برضه 2 تايمز 3، فدي الفاكتورز، يعني الفاكتورز بتاعتها 1 2 3 و6، دي معنى كلمة فاكتورز اوف 6. طيب بقى مين الانترسكشن؟ يعني ايه انترسكشن؟ يعني كومن اليمنت، مين موجود هنا موجود هنا. فعندي 2 موجودة في الاثنين، 3 موجودة في الاثنين، 6 موجودة في الاثنين، تمام، يبقى 2 3 6 2 3 6. برافو هنا. نيجي بقى تايمز 100، تايمز 100 الديسمال بوينت موف تو رايت اور تو ليفت، في التايمز موف تو رايت، تحرك ناحيه رايت. هاو ماني ستيب اكوردنج زيروز، يعني حسب الزيروز الموجوده. فعندي 100 تو 0 يعني اتحرك بقى خطوتين بقى، فدي تبقى ايه؟ 4 7 2 0، اوكي. طيب مين بقى الجريت؟ شور ان هي جريت،
عشان هي كده اصلا كده ما فيهاش ديسيمال بوينت. اوكي اللي بعدها بقى البروبابيليتي. البروبابيليتي لازم تكون فراكشن، الرقم اللي احنا عايزينه على الرقم اللي من فوق. فلازم لما يكون عندي مثلا دايز او داي فتبقى اوفر 6. هو عايز ايه بقى؟ عايز الاود نمبرز الموجودين في الداي. ايه الاود نمبرز الموجودين في الداي؟ هو الدايز مين اصلا؟ 1 2 3 4 5 and 6. تمام. الاود نمبرز كام؟ عندي ال 1 اود، ال 3 اود، ال 5 اود، يعني 3 نمبرز اود اوفر التوتال كله اللي هو 6 اللي بنسميهم سامبل سبيس. طيب مش موجودة، يبقى أكيد في سيمبلست، هما اتنين divided 3 يبقى الإجابة 1 over 2 ونحفظهم. ال odd اللي في الداي كام؟ 1 over 2، وهنلاقي اللي برضه ال even 1 over 2 وال prime 1 over 2. نيجي بقى في الماينس. الماينس ليه سبيشال كده لوحده. في الماينس عشان نجيب ماينس معناه الجروب الأولاني أو السيتس الأولانية ماينس، أو هنعمل منها كات الجروب التانية. يعني هشيل ال 1 من هناك، فال 1 مش موجود، كمان هشيل ال 3 يبقى شلت 3. طب نكنسل ال 5، كنسلنا ال 5. الجروب بقى الأولانية مين قاعد عندها بقى؟ مين لسه قاعد؟ ال 7، فالإجابة تبقى 7. نقول تاني الماينس، بنعمل سكراتش للكومن الموجود هنا وموجود هنا، وبناخد بس الموجود في الفيرست سيت ده في الماينس. نيجي بقى أسئلة تانية. بيقول عايز بقى nearest 1 over 100. 1 over 100 دي هي لو جه قال لي nearest 0.01، هي لو قال hundreds. هي لو قال 2 decimal place. 2 decimal place كله ده نفس الإجابة، إن إحنا بنركز على hundreds. تمام. مين هنا hundreds؟ اتفقنا الرايت اوف بوينت اول حاجه جنب البوينت على طول دي تنسز كده الهندرس اللي هي 3، فكده هنكنسل ال5. فقبل ما نكنسلها بقى نشوفها بقى سترونج ولا ويك، راوند ولا نوت راوند. فالتيار دي بتعمل راوند. مين الارقام اللي بتعمل راوند؟ اللي هي ال5 اند مور، يعني 5 6 7 8 9 هم دول اللي بيعملوا راوند او بيعملوا بلس 1 على الرقم ال بيكون ليفت ليه. تمام. يعني كده ال 3 هنعملها بلس 1 فتبقى 4، فتبقى 5.04. برافو عليكم. الامبوسيبل بياخد كام بقى؟ ونحفظها بقى. امبوسيبل ايفنت يبقى 0، ما نتلخبطش بقى ونكتب 5. بعد كده set of odd number، هنا بيكلمني بقى على ال type of set. set عندي حاجة اسمها finite، يعني بقى خلصانة. تمام. أو منتهية. عندي an infinity يعني غير منتهية. عندي an empty أو null يعني مفيش أصلا إجابة. فهنا بيقول لي ال odd numbers. ال odd numbers بيكونوا إيه؟ طبعا بيكون infinity. an infinity ليس لهم نهاية. They 1 3 5 and so on. بعد كده عندي هنا حاجة اسمها subset. كلمة subset يعني مجموعات جزئية، يعني ال A وال B دي لو حبينا نفكهم على subset مجموعات جزئية، نفكهم على كام مجموعة؟ فلاقي ممكن تبقى ال A لوحدها، كمان ال B لوحدها، ال A وال B مع بعض، وفي حد بقى موجود مع كل المجموعات اللي هو مين؟ ال phi. ففي الحالة دي هيبقى ايه؟ 4. برافو عليكم. اخر حاجه بقى radius of circle بالنسبه للديامتر هو ايه؟ سيركل اهي لو من الاول لاخر كده يبقى ده ديامتر، دول radius. يبقى radius half الديامتر ولا twice الديامتر؟ radius اكيد half الديامتر، لكن لو كان الديامتر كان يبقى twice او double الradius. دي بقى famous. الفاي هي ستس عشان كده موجودة في كل المجموعات فبتاخد subset.
بعد كده هنا بيقول لي form يعني كون رقم كبير وديسيمال greatest وديسيمال بالأرقام دي. ف greatest decimal يعني أبدأ بزيرو بعد كده أبدأ بأول رقم فيه. فيبقى 0.8 بعد كده ناخد 7 بعد كده 3 بعد كده 2. دي بقى للـ divided. الـ divided اتفقنا الـ first ما فيهوش convert ولا أي حاجة فيبقى زي ما هو 7 over 9. الـ multiply الـ divided by هيبقى times ده بنحوله الأول. فده يبقى كام بقى؟ أول حاجة the same denominator يعني نفس الـ denominator هو هو، وبنعمل times plus يعني 9 times 1 يدينا 9 وكمان 1 يبقى 10. لو عندي سيمبل حاجة من تحت مع حاجة من فوق تمام، لكن لما يكونوا أصلا هما الاتنين موجودين تحت ما ينفعش أعمل لهم cancellation، لكن مع حاجة من تحت مع حاجة من فوق ماشي. فكده بقى مفيش في حاجة أنا نسيت أقلب ثانية واحدة. احنا عملنا times وهي أصلا divided فدي تبقى 9 9 and up 10 down. فهنعمل cancellation بقى لل 9 مع ال 9 عشان هما the same number ويفضل عندي الإجابة 7 over 10. برافو. هنا متنساش بقى لما يكون في divided نعمل switch أو reciprocal للرقم اللي بعدها. هو ممكن يسألني كمان هو مين ال reciprocal بتاع الرقم، يعني لو جاب لي مثلا 7 over 5 وطالب بقى حاجة اسمها ريسي بروكل، يبقى ريسي بروكل بتاعها كام؟ يبقى 5 over 7. نيجي بقى بعدها if the length of the radius، لو عندي radius 5 يبقى الديامتر كام؟ الراديوس اللي هو الصغير 5 يبقى الديامتر اللي هو توايس بقى ليه قد ايه؟ 10. نيجي بقى هنا حصل نيرست ايه؟ انا كان رقم كبير في بوينت كتير قوي فبقيت البوينت رقمين بس، رقمين بس يبقى نيرست ايه؟ hundreds. بعد كده الفاي بتاخد ايه الفاي؟ subset. نيجي بقى عندي 9 و 8 وهناك برضو 9 و 8 مفروض عشان هما الاتنين equal، فأنا عندي هنا 8 وعندي هنا 8 بس عندي هنا 9 وعندي بقى كده function كبيرة بقى، يعني 9 لازم تكون قد x plus 2. فنفكر x plus 2 يدينا 9، x plus 2 equal 9 يبقى x بكام؟ أكيد 7. ال even number and infinity sets. نيجي بقى ل 39 days how many week. السؤال ده famous برضو بيجي دايما في الامتحانات. فده ليه طريقتين، في طريقة بقى طويلة شوية وفي طريقة بقى mentally كده. الطريقة المنتلي بنعمل هو ال week how many days 7، فنعمل 39 divided 7 ونشوف ال result هيطلع كام وكمان ال remainder هيطلع كام. فنشوف how many times 7 give me 39، فلاقي مفيش غير 5. 5 times 7 هيدينا 35. طيب يتبقى منها كام؟ يعني من minus يتبقى منها كام بقى؟ يتبقى منها 4. ال 4 days دول أكتر أصلا من half ال week، أكتر من نص الأسبوع. فأي حاجة تعدي بقى ال half فنيرست بقى لل greater يبقى تبقى 6. طيب في طريقة تانية، في طريقة تانية اللي هي long division. هنعمل 39 divided 7 تمام، ونجيبها بقى بالبوينت ونجيب بس just one digit after point. فهنعمل هنا فتبقى 5 تبقى الإجابة هنا 35. هنعمل minus هتطلع 4
اوكي. طب عندي دروب داون، ما فيش دروب داون، فنحط هنا بوينت، ننزل 0، بتبقى 40، تبقى 8. لا مش تبقى 8، هتبقى كام؟ 5 برضو، فتبقى 35. ستوب على كده بقى، مش هنكمل. فكده بقت 5.5، يعني nearest nearest units يعني 6. عايزين دي بقى nearest hundreds. انا عندي ال hundreds هنا اللي هي ال 4، فهي بره يا ترى تمر بقى 4 ولا تبقى 5؟ فات 6 هنا strong، فهتبقى بقى 5. 92.75 ال probability بتاع ال prime numbers الموجودين في الدايز. احنا قلنا البرايم نمبرز او الاود نمبرز او الايفن نمبرز كلهم نفس الاجابه 1 اوفر 2. ليه بقى؟ لان البرايم الموجودين في الداي اللي هم 2 اند 3 اند 5 دول برايم، اوفر التوتال كله 6، يعني 3 اوفر 6 يعني ايكوال 1 اوفر 2. نيجي بقى للديفايدد، الديفايدد هيبقى تايمز، هنعمل ريسيبروكال للسكند بس، الفيرست زي ما هو 1 اوفر 2 دي تبقى 4 over 3. عندي في سيمبل ليست هنا موجود، ينفع divided 2 يدينا 1، ينفع divided 2 يدينا 2، فالإجابة تبقى 2 over 3. The number of altitude، عندي كام altitude في triangle؟ ده برضو famous questions. three، برافو عليكم. نيجي بقى هنا بيقول لي M is a center if a circle whose radius 5. هيجي بقى بيقول لي M A، هو M دي مين ال M؟ M دي السيركل السنتر، فبيقول لي لو سيركل 5، تعالى كده نرسم سيركل 5، يعني كده سيركل وهنا من هنا كده 5 استيميشن يعني، ودي M. فقال لي انا هرسم ال M خط تاني بقى، بس هيكون 3 سنتيمتر، يعني من ام كده 1 3. فيا ترى بقى هيعدي ولا مش هيعدي بقى؟ لا مش هيعدي. ليه بقى؟ عشان هو الريديوس اصلا 5، تمام. يبقى البوينت دي اللي ايه اللي اترسمت دي هتكون فين بقى؟ انسايد. برافو عليكم. المسألة دي بتبقى صعبة لو قال لي بقى الريديوس بدل كلمة radius دي ديامتر، فبرضه محتاجين نجيب الريديوس. خلاص بعد كده the length of the rectangle 4.6 وال width بتاعته 3.2، عايز ال perimeter. هو ال perimeter بتاع ال rectangle equal ايه؟ length plus width multiply 2. كده نشتغل بقى في النوت بتاعتنا عشان نقدر نحل دي، هنعملهم هما الاتنين بلس، يعني 4.6 وتحتيها على طول 3.2، الاتنين بقى هيدونا كام بقى؟ بلس 8 وهنا 7، 7.8. احنا بقى اتفقنا بعد البلس نعملهم ايه؟ تايمز 2، فنعملهم تايمز 2 من غير البوينت اصلا، يعني نعمل 78 تايمز 2 وبعد كده نحط البوينت افتر 1 ديجيت، لان هي موجوده هنا افتر 1 ديجيت. اوكي 2 تايمز 7، 2 تايمز 8 16، 6 اند كاري اب 1، 2 تايمز 7 14، 1 15. الديسمال بوينت افتر 1 ديجيت تبقى 15.6. نيجي بقى على الالتيتيود بتاع الرايت بتاع الترينجل اللي بيتقابل بقى الالتيتيود كلهم بيتقابلوا بقى اوتسايد. مين بقى اللي بيتقابل اوتسايد؟ مين الترينجل الالتيتيود بتاعته بيتقابلوا اوتسايد؟ برافو الاوبتيوس. الاوبتيوس هو اللي بيتقابله اوتسايد، لكن الاكيوت بيتقابله انسايد. فنيجي عند الاكيوت هنا معناه انسايد، بيتقابله ان سايد. طيب الرايت بيتقابله فين؟ لو انتوا فاكرين بيتقابله فيرتكس اوف رايت انجل، بيتقابله عند الفيرتكس اوف رايت انجل.
دي بقى حلينا واحدة زيها من شوية، subset يعني مجموعات. لو احنا عملنا cut أو expanded للsets دي يدينا كام set بقى؟ يدينا 4، ال 3 لوحدها، ال 5 لوحدها، ال 3 مع ال 5 وكمان ال 5. نيجي بقى الماينس، الماينس بنكنسل common وبناخد الموجود عند الفيرست. في حاجة common في الاتنين، في حاجة هنا مشتركة مفيش، بس يبقى ايه بقى؟ يبقى الأولانية بقى تقعد زي ما هي كلها، تمام؟ فالماينس احنا بنركز على الأول ست اللي قاعد عند أول ست، فعملنا ماينس مفيش حاجة اتكنسلت مع بعضها، خلاص بقى يبقى الست زي ما هي، تمام؟ الماينس معناها كات، يعني 3 و7 نحوش منها 1 و5، هو ما عندهمش اصلا 1 و5 فيفضلوا زي ما هم 3 and 7. نيجي بقى من كيلومتر لكيلومتر، من كيلومتر لكيلومتر، وفي علامة النيرست هنا، فدي معناها نيرست يونتس. نيرست يونتس، فاحنا كده بقى نيرست يونتس يعني احنا مش محتاجين البوينت في حاجة، احنا بس محتاجين ال 19، فيا ترى تفضل 19 زي ما هي بقى ولا تبقى 20؟ هتبقى 20. ليه؟ اشمعنى يعني؟ عشان ال 5 هنا بتعمل increase 1 على ال 9، عشان دي ال 5 بتعمل round، او هي من الارقام اللي بتعمل round. بعد كده ال impossible، ال impossible 0. طب مين بقى ال 1؟ certain event هو بقى اللي بياخد 1. برضو نفس الكلمة، لو هي sure، sure برضو بياخد 1، تمام؟ certain event، sure event ياخد 1. أما بقى ال possible، ال possible بقى ممكن يكون أي fraction بس بيكون من فوق صغير، يعني مثلا 1 over 2، 2 over 5، تمام؟ أي حاجة بقى تكون صغيرة أصغر من ال 1، يعني دايما بقى between ال 1 and 0، يعني ولا هيعدي ال 1 ولا هيعدي ال 0 بقى between الاتنين. نيجي بقى لآخر حاجة بقى في دول، يعني هنعمل سكراتش للكومن. فمين عندي كومن هنا؟ عندي ال 1 كومن في الاتنين، وعندي ال 5 كومن في الاتنين. فالستس بقى الأولانية بقى فضل عندها ايه؟ ايه بقى الباقي عندها؟ ولا حاجة، هيبقى فاين. نيجي بقى the set of the digits 45. هنا بقى نركز، هو مش عايز ال 45، هو هنا بيقول the set of 45، يعني هو عايز ال 45 دي نعمل لها expanded ونعملها in set، فدي معناها ال 4 كوما 5. عشان لو الإجابة دي كانت 45 من غير كلمة the set دي، كنا نختار ايه؟ belong. يعني لو 45 بس كده من غير كلمة the set، كنا نختار بقى belong أو not belong. فهي عشان هي موجودة يبقى ايه؟ belong. لكن بقى هنا بيسألني بقى ال 4 وال 5 هما موجودين هناك، يعني هنا ال 4 وال 5 موجودين، بس ال 4 لوحدها وال 5 لوحدها طبعا مش موجودين، تمام؟ فهناخد بقى not subset. وده سؤال سو سمارت. نيجي بقى نفس الكلام برضو في ال 62، اللي هنعمل لونج ديفيجن، تمام؟ ونخليها بالبوينت عشان نعمل نيرست يير او نيرست يونت، او ممكن نحلها بالمنتر كده. هي 62 ديفايدد الير هاو ماني مانثس، السنه فيها كام شهر؟ 12. نعمل ديفايد 12 فيدينا الاجابه 5 وريميندر 2 مانثس، تمام؟ يعني 5 سنين وشهرين، الشهرين دول اقل اصلا من نص السنه، فيبقى 5. أو ممكن نحلها بالديسمال بوينت، هو عايز الإجابة بس مش عايز تحلها، أنت تحلها بقى براحتك. نيجي بقى نحل اللي بعدها، عايزين nearest 1 over 10. احنا هنا nearest 1 over 10 هي هي nearest 10th، هي هي nearest 0.1، هي nearest 1 decimal place. أي حاجة من دول هي nearest 10th. هو مين أصلا ال 10th هنا؟ اللي هو ال 8. الليت هنعمل له بقى راوند ولا نوت راوند؟ طبعا هنعمل له راوند لان في 6 موجوده جنبه، فهيبقى 9. ذا
the greatest decimal لو عايزين نكون رقم great يبقى أكيد نبدأ بال great. مين هنا ال great؟ اللي هي ال 8، وده مكرر بقى، احنا عاملين واحد زيه بالظبط. The number of subset دي بقى جديدة. subset يعني احنا هنعمل expanded للمجموعات دي، فتخيلوا بقى المجموعة دي هتطلع كام مجموعة؟ هتطلع 8. ليه بقى 8؟ تعال نشوف. ال 3 هتكون لوحدها مجموعة، وال 5 وال 4 كمان لوحدها 6، وال 5 كمان لوحدها 6، وكل اتنين مع بعض، يعني 3 مع ال 4 وال 4 مع ال 5 وال 3 مع ال 5، والمجموعة كلها أصلا هي مجموعة من نفسها 3 و 4 و 5 وكمان ال 5، لو عديناهم هيطلعوا 8. بعد كده بقى بيقول لي the sets، ركز أول كلمة the sets دي، the set يعني معناها كده لازم أجاوب اللي بعدها أعمل له expanded، أفك يعني أخليه بقى كل حاجة لوحدها، يعني أخلي ال 8 لوحدها وال 9 وال 6، طبعا 6 تانية متكررة فهاخد واحدة بس، وال 2 وال 1. بيسألني بقى هل المجموعة 2 وال 6 وال 9 موجودين؟ اه 2 موجودة وال 6 وال 9، يبقى نختار subset. نيجي بقى نوع الأسئلة اللي هي what's happening down it's be will happen in up or vice versa. تمام، هنا ال 8 24 فحصل لها times 5، يبقى ال 7 عشان تيجي مكان ال x يحصل لها برضه times 5. تمام، يبقى الإجابة ايه؟ thirty five. نيجي بقى نشوف ال 9 ال 2 موجودة هنا بقى، هنا وهنا وال 5. تمام، عندي بس ال 9 هي ال x plus 3، يعني ال 9 بتكون x plus 3، فنقعد نفكر بقى هو x plus 3 يدينا كام؟ يدينا 9، يعني x plus يعني 3 plus كام يدينا 9؟ فأكيد 6. بعد كده بيقول لي the set of the seasons of a year يعني فصول السنة، summer winter spring autumn، كل ده ايه؟ infinity ولا finite؟ طبعا هم باسيفيك محددين بقى، فصول السنة 4 فاحنا عارفينهم بقى finite. نيجي بقى اللي بعدها، ركز قوي على السؤال ده عشان ده ايه؟ ده مهم. الاكس هنا لازم اجاوب دول الاول، اجاوبهم الاول وارجع بقى احطهم مكان الاكس واشوف بقى الفور موجوده فيهم ولا لا. فنجاوب الاول، يعني ايه جاوب الاول؟ يعني 1 و 2 و 6 الانترسكشن بتاعهم مين الكومن هنا وهنا؟ الكومن هنا وهنا 6 بس، مفيش حاجه تاني، مفيش حاجة تانية مشتركة بينهم، فالإكس دي أشيلها وأحط مكانها X6 inverse. ونسأل نفسنا بقى هل الفور اللي هي element دي موجودة في الأنسر اللي طلع دلوقتي؟ لا، عشان هي مش عليها pairs بقى، فنختار لا إما belong لا إما not belong. طبعا نختار not belong. نيجي بقى هنا دي question مهم جدا، بيقول لي إيه union A dash؟ نفس الكويشن بيجي تاني بيقول لي ايه انترسكشن A داش، يعني بتيجي واحده منهم في الامتحان، لا اما دي لا اما دي. لو احنا حطينا الاي على الاي داش هيدينا حاجه اسمها يونيفرسال. لو ايه بقى المشترك بين الاي والاي داش؟ مفيش حاجه، فاي. طب نعرف ازاي؟ تعالى اقول لكم. احنا عندنا الشكل بتاع اليونيفرسال شكله كده، ده اليونيفرسال جواه موجود الاي، يعني دي السيركل دي هي الاي، واللي موجود بره السيركل هو الاي داش. يعني لو دي الاي يبقى اللي بره ده اي داش، فلما نحطهم على بعض بقى يدينا يونيفرسال. ايه بقى المشترك بينهم؟ ولا حاجه خلاص، فدي الاجابه يونيفرسال. نيجي بقى نيرست ثاوزندز، هنا الثاوزندز اللي هي 7 هيحصل لها راوند اكيد عشان بيهايند ال 8،
جنبها ال 8 فتبقى 29.658. times 100 decimal point move to right فتبقى 3289.0. ال point 0 ملهاش أي لازمة. نيجي بقى اللي بعدها، يحلنا واحدة زيها لما يكون عندي 25 ازاي نحولها لديسيمال. احنا في عندي ثلاث حاجات نحفظهم، 2 times 5 10، ال 4 times 25 equal 100 تمام، وكمان ال 8 multiply 125 equal 1000. اي حاجة من دول الاقيها بقى ينفع تتحول لديسيمال، يعني 2 ال 5 ال 4 25 ال 8 100، فينفع بقى 25 تتحول ل 100 يعني اعملها تايمز 4. What's happening down it's be will happen in up times 4 also فتبقى 6 عندي هنا down 100 واللي فوق 4 تايمز 7 يدينا 28، يبقى شكلها بالديسيمال بوينت 6.28. عايزين بقى nearest 10th، يعني نركز بقى على ال 2 هي اللي 10th، ونكنسل بقى ال 8. ال 8 اللي احنا كنسلناها دي بقى strong ولا weak، يعني هتعمل round ولا لأ؟ أكيد هتعمل round، فالإجابة تبقى بقى 6.3. دي بقى سؤال مهم جدا وبيجي منه 3 أسئلة، big union و intersection و minus، فهنحلهم كلهم دلوقتي مع بعض. بيقول هنا x subset y، يعني x هي ال small y هي ال great، يعني لو حبينا مثلا نرسم يبقى x subset y، يعني x هي الصغنططة كده وال y بقى ال rounded هي الكبيرة. فلو احنا عايزين بقى ال union فأكيد هنختار الكبير، يعني لما union نحطهم كلهم على بعض اوكي، فيبقى الإجابة ايه؟ y. طيب ممكن يسألني نفس السؤال، هو بيقول لي x intersection y، يعني موجود في الاكس والواي، فاكيد هنختار الصغير الاكس. بعد كده بيسألني سؤال تاني، ممكن برضو يقول لي اكس ماينس واي، يعني هنشيل الواي خالص من عند الاكس، فلو خبينا الواي كده مش هيفضل حاجة عندنا خالص، تبقى الإجابة فاي. فدول 3 أسئلة بيجوا واحدة منهم، لا إما اكس يونيون واي فنختار الكبيرة، لا إما اكس انترسكشن واي فنختار الصغيرة، لما x minus y والإجابة تبقى phi. Okay, the last question. Side length of the square 4.5. عايزين ال perimeter. هو ال perimeter بتاع ال square equal إيه؟ يعني ممكن يقول لي square وعايز ال perimeter، أو square عايز ال area. لو عايز ال area يبقى side multiply side، يعني أعمل 50 5.4 times 5.4، لكن هنا محتاج بقى البريمتر، فيبقى side multiply 4، يعني اعمل 5.4 multiply 4 تطلع كام بقى؟ يبقى 54 multiply by 4 equal 4 times 4 16 600 كاليب 1 20 by 21 decimal point after one digit فتبقى 21.6.